السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني من شهر صفر لعام 1432 من الهجرة، ولازلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لازلت أتحدث عن مكانة الصديق ومناقبه وبركته على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالصحابة وانتهاء بآخر رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم عليه الساعة. أستهل محاضرة الليلة بحديث جميل رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا. هكذا ترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة الفقيهة البليغة لهذا الحديث المبارك. الحديث مروي عن ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مكان في الصحراء، انقطع عقد لي. هذا حديث غير حديث الإفك، وهذه الحادثة غير حادثة الإفك. انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يا للأدب ويا للخلق، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. أنا عاوزك تتخيل وتتفكر وتتدبر لتعلم كم فرطنا في حق نسائنا، وكم جفت ينابيع الحب في البيوت بسبب هذا الخلق الذي نتعامل به مع النساء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تصور لو أنك في سفر مثلا وأخبرتك زوجتك بأن عقدها قد ضاع منها أو سقط من رقبتها أو من صدرها، هل يا ترى من الممكن أن تؤخر الطيارة أو رحلة السفر من أجل أن تجبر خاطرها وأن ترضيها لتبحث لها حتى وأنت تعلم يقينا أنه ربما لن تجد ولن تحصل على هذا العقد؟ هل يفكر أحدنا في أن يبقى مع زوجته جبرا لخاطرها وتطيبا لمشاعرها من أجل أن يسعدها ولو بالبحث فقط عن هذا العقد الذي انفرط أو انفلت من عنقها أو من على صدرها؟ تصور أنه صلى الله عليه وسلم وصاحب القدر العالي وصاحب المكان والمقام السامي يبقى مع عائشة رضي الله عنها ويترك الصحابة رضي الله عنهم، فتقول: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس، يعني مش الرسول بنفسه، وأقام الناس ليبحث عن عقد لعائشة صلى الله على المعلم والمربي.
تقول وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، وليسوا على ماء يعني ليسوا على عين ماء، أو ليسوا بقريبين من عين ماء أو من بئر من أبار الماء. وأنتم تعلمون أن الصحراء لا يمكن أبدا أن يبقى الناس في مكان فيها إلا إذا كانوا يحملون الماء أو بالمقربة أو على مقربة من عين ماء. تقول عائشة رضي الله عنها وأقام الناس معه وليس على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ الناس بقى بيشكون أم المؤمنين إلى أبيها، ما يقدروش يشكوها للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون يقينا أنه يحبها، يعلمون يقينا أنه يحبها بأبي وأمي وروحي. فذهبوا يشكون عائشة التي أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرت، يشكونها لأبيها لأبي بكر رضي الله عنه. قالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. تقول فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، مشهد من أرق مشاهد الحب. في ظل هذا الجو يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة وينام رضي الله عنها وهنيئا لها. تقول فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال، والرسول رأسه على فخذ عائشة، فقال له وهي جلسة: حبست رسول الله والناس؟ حبست رسول الله والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء؟ أنا واثق أن الصديق بيتكلم بلهجة فيها غضب ومع ذلك بهمس، أنه يخشى أن يزعج أو يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه الدليل على أنه كان بيتكلم بعنف، يتكلم بغضب، بيتكلم بانفعال؟ الدليل دليل عملي، ترجم هذا الانفعال وهذا الغضب ترجمة عملية. راح للسيدة عائشة يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، وظل يعاتبها وقال ما شاء الله لي أن يقول. سيدة عائشة بتقول يعني قال ما شاء الله لي أن يقول، من تأنيب وتوبيخ وتقريع، ويترجم بقى هذا الغضب يقول، تقول وجعل يطعنني بيده في خصرتي، يضربها في وسطها بالقرب من البطن يعني خاصرة، يعني هو يقول حبست رسول الله والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء، ويعاتبها ثم يطعنها ويضربها بيده في خاصرتها. انظر يا أخي إلى وفاء عائشة لرسول الله، وإلى هذا الحب الذي والله لو اجتمع أهل الحب على وجه الأرض ليتحدثوا عنه وليبينوه ما استطاعوا، فأنا لا أعلم أنثى عفيفة طاهرة أحبت زوجها كما أحبت عائشة نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وأنا مصر على هذا، بعد خديجة، ومصر أيضا على قولي وما أحب زوج زوجه مثل ما أحب رسول الله عائشة بعد خديجة. هذا معتقد أهل السنة، بعد خديجة رضي الله عنها ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنثى قط مثل ما أحب خديجة رضي الله عنها. فخديجة بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رمز الوفاء، وخديجة هي سكن إمام الأنبياء الذي كان لا يشعر بالسكينة إلا على صدرها وفي بيتها، والتي كانت كلماتها بمثابة السلسبيل الذي ينزل على صدره صلى الله عليه وسلم أو في جوفه
في اليوم القائض من شدة الحرارة. نعم كلماتها كانت تثبته، وكلماتها كانت تملأ قلبه يقينا وثباتا يفوق ثبوت الجبال الرواسي. وتأتي بعد ذلك أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ قال ثم عمر رضي الله عنه جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله له أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. شوف الحب بقى، والله لا يفعل هذا إلا محبة، لا تفعل هذا الفعل إلا زوجة محبة وفية، ومش حب فقط، لا، حب وإجلال، حب وتقدير. قد تحب المرأة زوجها لسبب من الأسباب، لكن تحب المرأة زوجها وهي في ذات الوقت تجله وتقدره وتعرف له مكانته وتعرف له هيبته وتعرف له قدره ومقداره، هذه مسألة أخرى. هذا حب بجلال، وهذا أرقى وأعلى أنواع الحب. خلي بالك، الحب المسربل بالجلال أرقى وأعلى أنواع الحب. حب مش لدنيا، مش لشهوة، مش لغرض، إذا زال الغرض زال الحب. لا، حب لذات الشخص، لجلاله، لوقاره، لإيمانه، لهيبته، لمكانته، لدينه، لأخلاقه، كما قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما قالت ذلك إلا لرصيد من الحب تركه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها، ما قالت هذه الكلمات إلا لهذا الرصيد الضخم من الحب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، بل وملأ به حياته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة: فلا يمنعني، أبوها بيطعنها، يطعنها في خاصرتها وعمال يعاتبها بشدة. تقول عائشة، اسمع العبارة العالية أوي أوي دي: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله. أنا بتألم بس مش قادر أتحرك عشان ما صحش النبي. أنت عايش المشهد ده؟ أظنه عالي أوي. ما تعملوش إلا أم مع طفلها، مش كده؟ الأم ممكن تكون بتتألم جدا بس تتحمل الألم حتى لا توقظ طفلها، حتى لا توقظ رضيعها. نعم ممكن نكون نيم على أيديها نومة أتعبتها، لكن تنظر إليه فتجد رضيعها أو طفلها في هدوء وفي سبات عميق، فتنظر إليه بابتسامة وربما تطبع على جبينه قبلة حانية، ولا تسلت يدها من تحت رأسه وهو الضعيف الخفيف الوزن، حتى يبقى في أحلامه ويبقى في هدوئه ويبقى في لفائفه وادعة. نعم لا يفعل هذا إلا أم مع طفلها، بل مع طفلها الذي تحبه. فتصور زوجة لا تتحرك مع طعنات تكال إليها في خاصرتها من أب، خلي بالك من الحول ده، من أب قد يفوق حبه حب ابنته لرسول الله. يعني ضربات رجل غاضب حبا منه للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف أخرت رسول الله وكيف أخرت الناس؟ فهذه أيضا معاتبة محب لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. تقول: فنام رسول الله حتى أصبح. لا وضع صعب، ما مش عاوزك، مش مجرد كلام نظري بتقال. ها ممكن جربت انت؟ كله أتو كنت عاوز